ايوب العملود اسيدي غادي ينتقل لفريق الرجاء وغادي يرجع لاعبا فريق الرجاء العالمي. ايوب العملود غادي يخون فريق وداد الامه من اجل المشاركه في دوري ابطال افريقيا، وهادشي اللي باغي يديرو ايوب العملود بكل صراحه ماشي ديال رجال نهائيا. المهم هادي ماشي الهضره ديالي، ولكن هادي هي الاخبار اللي كتروج حاليا على ايوب العملود، وبزاف ديال الاخبار كيقول لك بلي هاد السيد هذا غادي ينتقل لفريق الرجاء العالمي في هاد الانتقالات الصيفيه. ولكن واش هاد الاخبار صحيحه ولا ماشي صحيحه؟ كلشي غادي نعرفوه ان شاء الله في هاد الفيديو. المهم المساله ديال ايوب العملود بدات تقريبا هادي اسبوع ملي خرجت واحد الاخبار اللي مهمه جدا مع الوكيل الاعمال ديالو، وهي المفاد ديال بلي هاد السيد هذا باغي يفسخ العقد ديالو في قطع فريق وداد الامه، وباغي ينتقل فريق الرجاء العالمي في هاد الانتقالات الصيفيه. اما من ناحيه السبب علاش باغي ينتقل هاد السيد هذا من فريق الوداد الغريم ديالو اللي هو فريق الرجاء العالمي، باللي باغي يشارك في دوري ابطال افريقيا في الموسم المقبل رفقة فريق الرجاء العالمي، وزاد عاوتاني كيشوف بلي المستقبل ديال فريق الرجاء العالمي فهو احسن من فريق وداد الامه ب 1000 درجه، وهذا هو السبب الرئيسي علاش هاد السيد هذا باغي ينتقل من فريق الوداد، وزاد عاوتاني على حسب ما كيشوف هو شخصيا بلي اذا مشى وانتقل فريق الرجاء العالمي فهي البلاصه ديالو غتكون مضمونه 100%، لان كيشوف راسو احسن محمد بوركسوس ب 1000 درجه، ولو ان هاد الهضره هادي ما كايناش نهائيا. وزيد عاوتاني ثالث سبب علاش ايوب العملود باغي ينتقل فريق الرجاء العالمي واللي هو كاس امم افريقيا ديال الموسم 2025، لان هاد السيد هذا كيشوف اذا مشى وتالق رفقه فريق الرجاء العالمي في دوري ابطال افريقيا، وزيد عاوتاني في حاله التتويج باللقب ديال دوري ابطال افريقيا فهو غادي يكون تالق لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، وهادشي غادي يسمح ليه باش يشارك مع المنتخب المغربي في كاس امم افريقيا، وزيد عاوتاني غادي يسمح ليه باش يشارك في كاس العالم للانديه النسخه الثانيه ديالها بعد النسخه الاولى اللي غتكون في 2026. وجماعة الاسباب اللي ذكرتها حتى لدابا هما واحد الاسباب اللي كافيه باش يخلوا ايوب العملود ينتقل من فريق الوداد لفريق الرجاء العالمي. ولكن واش هاد الاخبار صحيحه ولا ماشي صحيحه؟ فعلى حساب ايوب العملود شخصيا فهو خرج في واحد التدوينه ليه في الانستغرام ونفاه جميع هاد الاخبار المتعلقه بالانتقال ديالو فريق الرجاء العالمي، ولكن عاوتاني ما بقاش واحد الحاجه اللي مهمه ومهمه جدا باللي غادي يبقى مع فريق وداد الامه في الموسم المقبل، لان كما عارفين بلي ايوب العملود غتسال الكونترا ديالو في هاد الانتقالات الصيفيه، وخاصه ضروري من دابا يجدد العقد ديالو رفقه فريق الوداد. ولكن هاد السيد هذا شفنا ما كيهضرش على المستقبل ديالو رفقه فريق الوداد، بل بالعكس تماما كاينه بزاف ديال الاخبار باللي غادي ينتقل من فريق في هاد الانتقالات الصيفيه. اما من ناحيه المساله ديال الانتقال ديالو فريق الرجاء العالمي فيمكن تكون شي اخبار باللي الوكيل الاعمال ديالو عرض اللاعب على فريق الرجاء العالمي، ولكن حتى دابا ما كاين حتى شي اخبار لانتقال ايوب العملود لفريق الرجاء، بل بالعكس تماما كنشوف باللي المساله ديال الانتقال ديالو فريق الرجاء العالمي واحد المساله اللي معقده ومعقده بزاف، خصوصا في ظل تالق محمد بوركسوس. المهم هسه الفيديو بطلكم وطلعت وعطوني الراي ديالكم واش ايوب العملود غادي ينتقل فريق الرجاء العالمي ولا لا. ويلا فتيك معكم حفيظ وتهلا.